هلا والله بالشغالة البطلة. أنت أول مرة تجي السعودية؟ أول مرة. طب كيف كلام عربي؟ أنا أول في شغل في دبي. دبي؟ دبي. هلا والله بدبي وأهل دبي. مرحبا الساعة. مرحبا الساعة يا أبويا. أكيد بديتك الشغالة البطلة. بهالمناسبة هذه تنزل لي سحلة أغنية. أوكي. خمس الحواس سائلني عنك وقلبي فيه جرحين، جرح التجافي والتجني وجرح سكن في قلبي سني. وخمس الحواس سائلني. هذه الشغالة الجديدة توني مطلعها من الوكالة. ما شاء الله، فاشينيستا دي ما هي شغالة. ايش اسمها؟ ميري. ميري؟ طب ليه ما نسميها ميسي؟ وين منفردة بهجمة هي؟ خلوها على اسمها لا تغيرونه. مين ذي؟ لا تقول لي الخدامة الجديدة. الا الخدامة الجديدة هذه مو حقت شغل وكرف، هذه حقت دلع ومكياج. رجعها رجعها يا عامر. وين لبن هي؟ أقول لك رجعها الحين. خلاص خلاص ودي مكتب. تعال. وين وديها؟ أنا دافع فيها 20,000 وقاعدين ننتظرها 6 شهور بس. هذا هو على كلام أمك. وديها وديها. وانت صادق يبا وعليها ضمان 3 شهور، يعني إذا بزوطت نقدر نرجعها. متأكد؟ جربيها يمه. نجربها. خذيها يا مشاعل وديها فوق. والله حرام عليكم فجعتوها المسكينة. يلا امشي قدام يمشي. اسمعي يا ابو عامر، شغالة وجبناها لك، بس اسمعي انا ما بيها تدخل المطبخ ولا تقطع جلطة ولا تغسل مواعين ولا تلبس شيء في المطبخ كله ولا تقرب ملابسي. فهمتي الكلام ولا لا؟ هجل وشو اللي جايبينها؟ جايبينها لامك تبي شغالة مثل الناس. عجيب والله. ميري يا ميري. سابقا وين راحت؟ ميري حوادث الطرق. وضحايا حوادث الطرق. ميري عامر شفت ميري؟ لا ما شفتها. صار لي ساعة أدور عليها، وين راحت؟ يمكنها زبنت. وش زبنت؟ يعني أخذت عفشها وهجت. هو يلا خلصينا. نظفيها زين، نظفي الشمعات. حاضر بابا حاضر. اي حاضر بس نظفيها. ولا خلاص نظفتها روح اجيب المكنسه ونظف السياره من داخل. طيب طيب بابا طيب. طيب طيب وش بلاس انت زعلانه؟ ما شاء الله ما شاء الله كارفه من الصبح يبا. اي طبعا نكرفها. أنا أبيها بعد ما تخلص تروح تنظف السطح والدرايش. كفو والله يا معامر، في هذا حللنا 20,000 اللي دفعنا فيها. ولا تنسى يبا 1500 راتبها. وتصاجر أبوك. خلصينا يلا بسرعة. سليمان شغل الموية. يلا نظفي زين نظفي زين. نظفي فوق اللوحة 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 تحت. كفو والله ممتازة ذي الشغالة ممتازة. ميري هذا الجوال لك، أبيك تخلينا معك على طول، أي وقت نحتاجك نكلمك. مفهوم؟ مفهوم ماما. ميري وين طاقيتي المذهبة اللي أعطتك إياها اليوم؟ بسرعة جبيها يلا خلص علي. ممتاز ممتاز. إيه دائما كذا لا تغسلينها بكلوركس يروح الصفار كله. أوكي أنت ممتازة خليك كذا على دائم. أوكي أعطيك العافية. شكرا. إيش عندك مع الشغالة؟ عبد قلت لها وين طاقيتي وجابتها لي. ومين قال لك أصلا تتكلم معاها؟ ما كلمتها أرسلت لها على الواتس. كمان بينك وبينها رسائل؟ رسائل واتس مو بالسناب وغيره. لا ما شاء الله صريح والله. لو كلمتها مرة تانية ولا تلفت لها ولا عملت أي شيء وتكلمت معاها ولا طالعت ما تلوم إلا نفسك. سامع ولا لا؟ هقلب الدنيا على راسك.
أبوك الغيرة. ماري! حسوي معاكم ستريبس الدجاج المقرمش. أول شيء حضيف بيض، لبن سايل، ماري! فلفل أسود وملح. نعم بابا. دقيق حضيف عليه. هالقابلة عندنا ضيوف. أبيت تنظفين المجلس وتبخرينه. مين قايلة؟ أنا ما في قول. ممكن نفر ثاني. أقول القابلة، ما تفهمين أنت؟ مين يقول؟ ولا أنا ما في قول. مشعل! يا مشعل! ايوه ايش في يا خالي؟ التسريب عامر يجي ياخذها يوديها للمكتب، ما نبيها. حاضر يا خالي ابشر. ما في مشكله، ودي المكتب، انا ما في قول. لحظه، قبل لا يوديها عامر المكتب ابيها. احس ان المستيشن فيها شيء. اقول لا تصرف علشانك الاقي مهدف. لا ما اصرف، انا فزت عليك من قبل. متى يوم تفوز؟ نسيت 2016. اوف 2016 متذكرها. فايز عليك بعد 2500 مره. ها يا رجال، فايز علي عام 2014 ولا الحين يذكرني فيها ويذلني. هلا. طيب خلاص جهزوها اجيكم. حط ستار. يلا مع السلامة. يلا يا عيال بعد اذنكم بروح اودي الخدامة المكتب. يعني منسحب من المباراة؟ في هذا التحدي؟ وين التحدي؟ درج انت درج، ما تسمعني قبل شوي اكلمها لي؟ يعني الخدامة اهم مني؟ اي اهم منك. زباد لا! نطف الجبة! عادي. اهم شيء انه انسحب. سجل يا تاريخ. السلام عليكم. اكو السلام. اوف 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 اوف، وش ده؟ تفتيش بعد؟ ما تسكتون؟ خلوني اركز، وراي شغل، وراي شغل، وراي خدمات الغير افتشهم. اوف عمى. وش السالفه؟ ابوك قال للشغاله القابله وهي ما فهمت علي. بس كذا؟ بس انا احس بقمل بوكس. ترى اقول لك شيء، ابوك معقد. ايه لا تغلطين على ابوي، لا الحين الحق شغال المكتب. كيف 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 كيف؟ مو كفايه اني انا ساكته على رسائلك معاه ولا نسينا؟ وشو؟ تراسل ولدي قليله الحياه؟ عجيب والله. يا مرحبا يا مرحبا عامر، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. طمن الوالد، أنا علمت الخدام المصطلحات العربية النجدية الأصيلة وبقت تمام التمام. طيب وش ثبت لي؟ بقبل أسر أم سيان الزبلة أمحق ولد دبشة قمقها. ها؟ رأيك شنو؟ أنا أشهد إنها شقردية وممتازة. وسوي شكشوكة، بس لا تكثرين البصل، أوكي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيفكم عامر؟ لو اني داريه انك جايبه شغاله ما كنت جبت شغالتي معي. وانا لو داريه انك بتجيبينها كان قلت لك لا تجيبينها. ايش الوسوسه هذه؟ يعني سايبيني انا اشتغل في المطبخ وما شاء الله هم قاعدين هنا؟ قومي قدامي يلا. ما
يا راس بالي بيد الخد يا طوين حرائر من ضراء. وين رايحة؟ ودي زبالة برا. حطي الزبالة يوديها عامر، حنا ما عندنا شغلات تطعم برا. هذا في داخل الفي عجيب والله. الله يعطيك العافية يا مشاعر على هالطبخ الزين. الله يعافيك يا خالي، بس اللي طابخة ميري. ميري؟ أهم شيء لا تقطع سلطة ولا تغسل ملابسي. أبوك الصملة. طب تعرف تسوي شاورما؟ تعرف تسوي كل شيء، تسوي أكل إماراتي كمان. ما شاء الله تبارك الله، طبخة أحسن من طبخ بعض الناس. إيش تقصد؟ أقصد طبخة أحسن من طبخ المطاعم. عجيبة والله هالميري. ماري يا ماري. نعم بابا. وش هالزبايل هذه بابا؟ انت حنا ما في هرمة اطلع برا. اي صحيح. يلا يلا روحوا نادي عامر خليه يشيلهم. يلا عامر. عموري عموري ولا العابد اخلص. وش تبين؟ طفش، ابغى اشتغل. وش شايفتني مكتب العمل؟ أنا كذا بس من الفضاوة يعني قلت أسوي مشروع في إنستغرام، أبيع فيه منتو يغمش في الموزة. منتو يغمش؟ إيه كويس، منها تصرفين على نفسك. موافق. يس. ها إيش رأيك؟ شغلها البطل. ترى انا اللي علمتها. ايه بس مين اللي طبخ ونفخ؟ صراحه كده هي. ما شاء الله وش هالزين. ايه اكرفوها دافع فيها 20,000 وتاكل وتشرب وتنام. لا وما اخذ راتب 1500 بعد. صدقت يا وليدي. تعال يا ميري، تعال يا زين التمر انا وياس. تعال يلا الحين ابحني، انا بروح الاستراحه وانتي زين المنتو اليقمش. مع السلامة. ابلش السكري هذا تحطينه بالعلب هذي وتكنزينه بالفليزر لأنه مزبن على رمضان الله يشرفه. ايوه انا معلوم كله بابا. لا تورملين شيلها يلا خلصيني. عجيب والله. جات ام سعد جايبتي شغلتها وياها. ها ايه عسى ما خليتهم يجلسون جميع. لا ما خليتهم. ها وش ذا؟ خلطنا السكري والمرحي والخلاص مع بعض كوكتيل تمر. دق على عامر خليه يجي يودينا المكتب. ما تروح لين ما تجي المفتشة منيرة. عجيب والله. عطى بدري عليك 1-0 بتنتهي المباراة. يعني فرحان انك فايز 1-0؟ اي فرحان، وانت متعود دائما اصكك 3-4، غريبة 1 عليك صح؟ بتشوف الحين بجيب التعادل، واذا جبت التعادل بنلعب بلنتيات وبصكك. الو. طيب خلاص خلوها تجهز اغراضها وجايكم. مع السلامة. يلا يا عيال بعد إذنكم. عسى خير. أبد، أبروح أودي الخدام المكتب. بتصرفني يعني ها؟ كل شوية تقول لي الخدامة خدامة ها؟ لا يا شيخ، وشلون أصرفك وأنا فايز 1-0؟ لأنك جبان الحين بتنسحب. بنسحب ها؟ طب اسمع، هذه اليد أبى أخليها عندك وأتحداك تفوز. لا جايب لنا واحدة ما تعرف كوها من كرسوها. اتخذ التمر السكري مع خلاص. ده شنو الكلام ده يا حاج؟ سكري وضغط وروماتيزم؟ انت جاي تقول لي الغاز وامراض ولا جاي تقول شنو بالضبط يعني؟ انت حالها ما تبعدين عنها. كبخت مثلها. حقكم هذه ما نبيها، رجعها ورجع دراهمنا. ايه ترجعونها.
لانها على الضمان. انت ما عندك تقويم ولا شنو؟ الضمان منتهي له يومين يا استاذ. عجيب، وش عاد تقول انت يا حاج؟ الخدامه دي عندها بنود في العقد. يعني اديك امثله، مثلا واحد لازم تشتغل 12 ساعه في اليوم، لازم في الاسبوع يوم اجازه، وثلاثه واهم شيء لازم تلتزم بمهامك كخدامه، مثلا يا حاج انت قاعد تخليها تغسل السياره، لا يا شيخ، واربعه فطور وغدا وعشاء، خمسه يوم اجازتها لازم انترنت وتسهل لها التواصل مع زوجها، سته في اوقات راحتها توفر لها تلفزيون، ويفضل يفضل اتش دي طبعا. ما يمدي تدبرني اصير خدامه؟ اوه هالزباين، انا وين ابلقى هذا؟ منكم ولا من المكتب؟ انا ما بيش كل هذا، انت كلام ما في هرمه اطلع برا، يلا شيل شنطه ودي فوق غرفه. اوكي عجيب والله، وراها عليك يبا، وراها عليك، شيل الزباين وطلعها برا فكني. انا تقولي شيل الشنطه؟ لكن وش اسوي؟ اتحملها دافع فيها 20,000. اوكي يلا جود نايت. وين جود نايت؟ وين؟ اجلسي، بيجوني حريم ابيك تساعديني. انا دوام الساعة 8 الصبح، والحين الساعة 8 بالليل، وقت انتهي خلاص انا نوم. عجيب والله. خذها خذها الحين ودها المكتب، ما ابيها. يا يما الضمان انتهى، يعني ما في استرجاع ولا استبدال. مالي شغل، خذها ودها المكتب، ما ابيها. يا معامر تعوذ ابن الشيطان. رمضان على الابواب الله يشرفه. وعقب العيد ابشر بالخير. ما ابيها، ما تقعد عندي بالبيت ولا دقيقة. ودوها المكتب. مشاعل؟ ايوه يا خالي. اتصلي بالمفتشة. ابلش. خلصنا من هالعله، المره ما تبيها بالبيت ابد. والله حاج شوف اسمع، احنا اخلينا طرفنا منها، من رايي كنصيحه يعني تنقل كفالتها. بعت ال 9,000 صافي؟ بعيبه، ترى الصومه طيبه. انا رجالي سراي ودراهمي بجيبي. تدري عاد نصيبك. الله يعطيك العافيه منيره، بس عساها تعرف تشتغل. ايه تعرف مدربتها، واي شيء تبينه يا ام عامر ابد اتصلي اتصلي، انتي تامرين امر. تسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله، من هي هذه؟ هذه يا ابو عامر الشغاله الجديده، منيره ما قصرت جابتها لنا. ونعم والله بمنيره، ونعم بمنيره. نعم بحالك يا ابو عامر. وشلون لقيتيها بسرعه هاي؟ عندي واجد ترى المهنه. وانتش عليك يا ابو عامر، المهم انها دبرتها. المطلوب الحين انك تدفع راتبها مقدم. تامر امر على هالف نفس تستاهل. هذا راتبها 1500. وشو؟ ما عليه، ما يدري ما يدري. الله يهديك يا ابو عامر، الأسعار تختلف في رمضان. كم تبين يا منير؟ 5,000، 2,000 طح 1,000. 5,000؟ دقيق. على وين يا أبو عامر؟ أبهج، أبى أدور كفيل. أم عامر بينا فتشة. عجيب والله. اركب هديتك. عنا شباب البوم. ياه شباب البوم يا. اخوي يلعب مثل الناس يا اخي، لا هربت لك شيء، لا ترجع شيريا، ما تعرف تلعب، كم فارس هناك يا عيال. متى يجي عامر كذا ونكسر راسه يا حبيبي؟ عامر لما له يومين مسافر، وتوقع بيقعد شهر كامل. الاول صن فن يا حلو. المشكله جواله مقفل، والنذل من يوم ما راح ما اتصل علينا.
400. تسلم لي يا حلو. تضحك انت وهو؟ اليوم اشتري ساعة اطلق منها، المهم عندي 400. يجي بالادب يا ابويا، احلى كافي واحلى تكوى، بدل تكوى الضعاف هناك في الاستراحة، بلوت بلوت تكسير روس لين ساعتي انكسرت. عشان كذا انا ما اجي. حلو. دقيقة دقيقة. هذا اللي رايح بيروت؟ تكلمني؟ لا اكلم جدتي. ايوه اكلمك يا واد عامر، انت قبل 3 أيام قلت بروح بيروت، ما حرجع الا بعد شهر. اخوي شكلك مشبه انت يا واد عامر من الاستهبال. لو سمحت احترم نفسك لابلغ الشرطة. هو الواد ده حكيته ايه؟ يمكن مشبه. ابن الحلال تأكد، أكيد إنك غلطان. غلطان مين يا أبويا؟ مجنون أنا لو أغلط في عامر. تم إنه عامر وراي أجحادك أجل. هو هذا اللي مجنني. ها يمكن أجته فلوس وتكبر. أما من ناحية الفلوس باين على الواد مقرقش، ما شفته سيارته وبيته ولا في الأحلام. مو ما أنت وقايل لنا إنك عرفت بيته؟ أيوه. خلاص عيال قول البيت. يلا. هي هي. تبي شيء بعد طال عمرك؟ لا أبد. بس ارسل ايميل للشركه وبلغيهم انه موافق على موعد الاجتماع. سمت على عمرك. عامر راكب هالسياره وعنده سواق. الا قسم بالله انه عامر. قلت لكم الحقوا الحقوا. وش يبون ذولا؟ اسرع. اسرع. اقول لك امش. ابشر. امشي بسرعه. لا توقف لا توقف. ابشر ابشر. عامر يا ابن الحلال اكفني شرك، وش تبي انت؟ وقف مجنون انت، بكلمك شوي. وقف. افتح افتح اخس يا عامر، فلوس عمتك. على ايش شايف نفسك؟ وراك مسك وتحت لا تقول لك ما تعرف انا ولد عمك. افتح. ما فيه إلا تفسير واحد يا عيال، في عصابة خاطفته ومهددينه ما يقول أي شيء عن شخصيته. طيب وليش؟ يمكن يبونه ينفذ أشياء ضد القانون. لا لا لا، وش الحكي ذا؟ وين عنا أبو؟ إحنا وين عايشين بو؟ أنا أقول إنه فاقد الذاكرة. إي والله إنك جبتها، عامر فاقد الذاكرة وهو بنفسه يعتقد إنه شخص ثاني. هذا فيلم يا ابن الحلال. عذرك على شحمة أنت وسكت، بعدين تعال يدمش أنت وياه. كيف فاقد الذاكرة وعنده ذا السيارة وذا القصر؟ صدقوني ما راح نفهم إلا إذا جبنا عامر هنا. يا جماعة الأستاذ نور بنفسه جاء
جاي وتارك مكتبه وجميع أشغاله الخاصة في بريطانيا علشان يجي عندنا هنا في الشركة يستثمر معنا في مشروعنا الجديد، مشروع الأبراج الجديد، ورح يكون شريك معنا طبعاً بمبلغ 15 مليون دولار. وهذا الرقم مبدئي، يعني إذا اتفقنا إن شاء الله راح نزيد استثماراتنا معكم بإذن الله. طال عمرك أكيد، والاتفاق إن شاء الله ما راح يصير في خلل بيني وبينك نهائياً زي ما هو، ولكن أنا زي ما تشوف جمعت مجلس الإدارة الخاص في الشركة علشان قلت يمكن تحتاج أي استفسار أي سؤال فيما يخص المشروع يكونوا جاهزين تحت أمرك. والنعم فيكم جميعاً. بس قبل ما نسمع أي شيء أحب أعرفكم على الأستاذ صلاح المدير المالي، وأبيكم تتعاونون معاه في الفترة الجاية إن شاء الله. طال عمرك إن شاء الله. أبشر، اشرب العصير طال عمرك. انتم تعرفون اللي تسوونه هذا اسمه خطف؟ اقول اقطع وخص ولا بمخمص على اذنك الحين. ما تدرون وش عقوبة الخطف؟ يا ولد ايش اسم ابوك؟ عساف. يعني انت نور وابوك عساف، ليه صار جدك خوسيه سياره؟ ايه شايفنا قطة عندك هنا؟ يا شباب انا اقول لكم الحقيقة، انتم تقولوا اسمي عامر وانا اسمي نور عساف، اكيد انكم مشبهين علي، والمثل يقول يخلق من الشبه 40. الجوالات الايفون اللي بنفس الكرتون ما تتشابه، روح العب غيرها. وخلصت الكلام، الظاهر ما في فايده يا عيال. اقول نقعوا الخيزرانه. يا الحين هذا ليه الحين قاعد يشتغل؟ من الصبح هو قاعد نفس القعده دي وعمال يطلب مننا كل حاجه. حول ولا قوه الا بالله. الا قل لي وشو من اللحيه؟ ملوش حل، مفيش تفصيله بتعدي عليه، مفيش معلومه غير لما بيعرفها، مفيش ورقه غير لما بيطلب يصورها. احنا مش عارفين نعمل ايه معاه. خلاص خليك معاه وتابعه. حاضر. لا يروح عن عينك سامع. حاضر يا فندم. حاضر بسرعه. أنا نور، ما أنا بعامر، ما تفهم؟ تكلم، هذا مين؟ تكلم! قلناك أستاذ نور! أهرج! أنطق! زيد يا شكوش! أصبر يا عيال شوي وحطلع الجن اللي فيه! أي. سود عليه! أي. سود! أي. أي. نور! طمنيني، حد رد عليك فيهم؟ إيه رد علي واحد منهم وسألته على الأستاذ نور، قال ما نعرف أحد بهالاسم وهاللعبة اللي تلعبونها مو بعلينا. بيطلعونا منين دول؟ بيطلعونا منين دول؟
تعتقد ان وراهم حد؟ انا شكيت في البدايه، قلت يمكن منافسين ثامر ما يبون يعقد الصفقه، لكن اتضح لي انهم اغبياء بس مشبهين علي. بس احنا على كده لازم نبلغ الشرطه. لا لا لا، هذول يخلهم علي. امشي. أنا فعلاً عامر، لكن للأسف فقدت الذاكرة. وعلمتكم؟ ما قلت لكم؟ أبيكم تزوروني بالقصر. إيوه كذا رجعت ذاكرة صاحبنا. زين أحتريكم، أنتم تعرفون المكان. إيه هي نعرفه. يلا جايين. يلا عيال. هيا. بدايتك عامر صاحبي. هلا بعامر ولد عمي. ألف مرة قلت لكم أنا ماني بعامر. أنا ماني بعامر، اسمي نور. ما تفهمون؟ ما تفهمون؟ ملاحقيني في كل مكان. أنا وش سويت لكم؟ ها؟ وش سويت لكم؟ ما تركتوني في حالي، حتى في الشركة ملاحقيني. خلكم الحين تستاهلون اللي يجيكم. أنتم ناس ما ينفع معكم إلا القوة، وآخرتها تخطفوني. يلا خذوهم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صراحة واصل يا فندم. أهلا. السلام عليكم. مرحبا. أهلا وسهلا. هلا أستاذ. تفضل. حضرتك. تفضل استريح. تفضل. قل لي وش تشرب؟ لا 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 ما فيش داعي. خلنا الحل. تحت أمر. يا هلا والله وسهلا. أهلا بيك. أنا بصراحة أحسد الأستاذ نور عليك. ما شاء الله عليك. موظف كفو. قاعد تشتغل 24 ساعة. تشتغل ليل ونهار. ويكفي يكفي إنك جالس تنقذها في المواقف الخطرة مثل الخطف. أنت وصلك كل حاجة بقى. فعليك أنا ثامر والأجر على الله. عموماً دواك بحضرتك أستاذ. يعني ممكن أسألك مثلاً راتبك كم؟ مستورة والحمد لله. يعني مثلاً نقول 10؟ تقدر تقول. لو حسبتها يلا ما لا داعي نحسبها. عشرة آلاف ها؟ عشرة آلاف مثلاً لو حسبناها تطلع هذه الفلوس يعني يمكن راتبك لمدة سنة؟ لا ما أعتقد. يمكن 5 سنوات ممكن. لا لا هذه تجي لها راتبك لمدة 10 سنوات. وهتشتري بالفلوس دي ايه؟ المبلغ هذا ابغى اشتري فيه عيونك. تغمض عيونك عن كل حساباتنا ومستنداتنا في الشركة وتمشي الصفقة. اسكت انت يا شباب، اتوقع اننا غلطانين. ايش قصدك؟
يعني هذا مو هو عامر خوينا ولا شيء. طيب دحين مو نسوي؟ ما لنا الا نعتذر منه ونخليه يسامح. يا جماعه هذا سياره عامر. السياره سياره عامر، وعامر يقول انا نور. ايش الحكايه؟ ايش الهرجة؟ يا اهلا وسهلا، اهلا استاذ نور، تفضل طلبك، تفضل تفضل. اشكركم اخواني الاعلاميين، اشكركم موظفين واعضاء شركتنا الموقره لحضوركم الكريم للتوقيع على الاتفاقيه الاستثمار مع الاستاذ نور. تفضل تفضل طال عمرك وقع. اعتقد ان مهمتي انتهت استاذ نور. نور؟ انا نور يا ثامر، نور اللي رجيتها قبل لما كنت تحسب اني المحاسب المسكين صلاح. يعطيك العافية عامر. أنا صار لي شهور وشهور أتفاوض مع شركة ثامر عن طريق الإيميلات اللي عقدتها الشراكة، وعلشان يطمن قلبي أكثر وأكثر حبيت ألعب هاللعبة الصغيرة مع أخوي عامر إلين أتأكد من مصداقية الشركة. أول يوم قابلت فيه الأستاذ نور كان في المطار. ما شاء الله عليك، صدق اللي خلاني أركب معك إني حسيت إنك شاب طموح وتحب تشتغل وتتعب وتعتمد على نفسك. الله ما يسلمك، تعرف نكد في وقت الفراغات، طلع حق البنزين، حق اثنين شاورما. الشغل مو عيب. هذه لك. ما أدري ما أدري شو أقول لك صراحة، لكن تستاهل كل خير. خذ هذه مقابل أمانتك. أمانتي ما أخذ عليها فلوس. مع السلامة. ادعيت إني محاسب بسيط واكتشفت إن فيه رشاوي ومشاريع وهمية وفساد ماله أول من تالي وكلها مكاسب حرام. هذا العقد بالله يشرب مويته. أجل نور عساف ها؟ أركب بديتك. ما زالت أجواء المملكة تتأثر بالمربعانية والتي تتميز بالبرد القارس. هذا وقد نزلت درجات الحرارة الصغرى إلى 11 درجة مئوية في مدينة الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال تعال بذع دفاي عند دفاي. ترى ما جاب لنا البرد إلا أنت. ترى أنا بعد وصل المربعانية. أمشي أمشي خل نروح نعزي بس. يا ساتر من اللي مات؟ جد شكش الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله، متى توفى؟ اليوم توني وانا جاي دق عليه شكش وبلغني. الله يرحمه، ترى ما ذبحته الا المربعانيه. هذا نظامك؟ اقول امشي امشي اخلص علينا خل نروح نعز الرجال. يلا. صلي على الله عزاز، صلي على الله عزاز. ماجورين الله يرحمه يا عبد الله يجزيك الخير. صلي على الله عزاز. ماجور جزاك الله خير يا ولي. ماجورين
الله يرحمه. امين امين. الله يغفر له. يا عامر امين يا رب العالمين. الا هو شلون مات؟ نام وما صحي. ايه الله يرحمه. جد عمره 95 هذا يومه. ما شاء الله. الله يرحمه، صدق انه نرتاح من هالمربعانيه اللي ذبحت نص هالشعب. ارخي صوته، هذه المواساه حقك؟ فضحتنا، اسكت. يلا حنا نستاذنكم. معها على اليمين، هذه خطيره يحيى، يحيى يكمل. العب العب العب، شوت شوت، عطه. يا اخي لا تصير اناني. هذه لو خطفت خطيره خطيره، خطف الحمدان لك. هيييي، وش فيك انت غيرت؟ اقول لك. كم النتيجة؟ 12 درجة مئوية. نعاش. أقول لك ما أجا شكوش. لا محتاس مع ورث جدة. الله أكبر ورث جدة. والله لو إنه بالقدس. إيه يا أبوي. البيت من غيرك ضلع. أبوي إيش الأوراق هذه كلها؟ شيء عربي وشيء إنجليزي، شيء مدري شو. كان جدك الله يرحمه من كبار صرافين مكة. كان يجوله ناس كثير من جميع أنحاء العالم. كان يسافر من بعد الحج وما يرجع إلا في الربيع، لف الدنيا كلها. شوف يا شكش، هذا إنجليزي؟ هو يعرف إنجليزي أصلاً؟ ده ما يعرف كوع من بوعه يا بنت. أبوي أنت بس أديني فرصة. هات هل العيد باين من عصاريها يا شيخ؟ I'm terrible looking for you. Please, you can translate this one. Which language, please? This is Russian language. ترى عارف إن روسية من أول ما شفتها. Please, you can translate it with writing inside, please. There is written. I am Kaha. I have taken money from Abdul Ruaf Riyad Osman, 100,000 United States dollars, and I have to give it back when he requests it, and I sign it. الله يرحمك يا جدي ويطول لنا في عمرك. Please, you can show here or here address or his name, please. Yes, there is mobile phone and address also. It's good. Please call him and translate with us. Hello. Да, слушаю. Кто? Абдулрауф Фуат Усман Атмаки. А. Да, 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 я его знаю, да, да. Он старый друг. Да. Подождите. Послушайте. У вас есть документ, о чем вы говорите? У нас есть документ, и мы вышлем вам на WhatsApp. Хорошо. Хорошо, я сказал, хорошо. You know? You know this? Yes, don't worry. Your father was simple. The document is on the three sides. He will not run away. Алло. Здравствуй. Документы все по закону. Настоящие, да. Ты получишь своего. Приезжай в Грузию, покажи документы, свои документы и деньги возьми. Я не могу выслать. Приезжай ко мне. Хорошо, договорились. Ну, счастливо. أبويا أمي كيف ما تسافروا؟ هذه 100,000 دولار. لا 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 لا، أنا قلت لك سفر مكان بعيد لا، أنتوا روحوا إيش عندكم؟ لا ست الكل ولا أنا كمان، أنت عارف الدنيا براد وأنا عندي روماتيزم. أقول لك حبيبي أنت روح وجيب فلوس جدك. لوحدي؟ أفا عليك شكش، ما أنا مخليك تروح لوحدك. وأنا معك. كفو. أقول لك يا عامر في أن هذه جورجيا ورق وعية، أنت ما عليك ضبط عفشك ومش معنا. ياوا انت يا صالح شو وضعك؟ لا 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 ذبحتنا صقوع بذا، روح بذاك. هلا والله بجورجيا. يجي بالادب.
هلاو 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 هلا هلا حبيبي، هلا عيوني، هلا اغاتي، هلا ورده، نورتوا جورجيا والله. من ذا؟ اخوكم علاوي من العراق. تعرفه يا كفته؟ لا ما اعرفه. وياكم هذا؟ للاسف ايه. هلا 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 ما شاء الله ما شاء الله يخبل. اقول اخلص علينا وش تبي؟ هذه سيارتي. شو تحبون ليلا نهارا اني حاضر. سياحه، ترجمه، فنادق، مطاعم، اكل، كل شيء اني حاضر. شكوش 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 مستركون اكون فيروسا твой зять очень хороший человек да и поки мы счастье такой хороший человек ايش يا عمري حزين الرجال هذا مره طيب он сказал это очень хорошая машина Нет, твой дед был таким хорошим человеком. Он даже однажды мне деньги одолжил. Да, я этого никогда не забуду. Таким хорошим человеком. Скажи, что я не забуду это никогда. Никогда. Я бы, и говорю, انت اللي جدك رجل طيب. لأنه جدك لما هو خسر كل فلوسه, جدك دايانا 100,000 دولار. واشتغل بيهم بس بعدين هو خسرهم بالبورصه بسنه 2000 الكلام هذا مو طيب انا ابغى فلوسي اونس كازال اتاني مايا بروبليما ياخذ شو مايا دينجي تو دينجي انا ما شو مزلا 2000 году я обанкротился и все деньги потерял ну подожди я тебе такой документ Адам, что это лучше денег. Да, лучше денег. Богатство это. Вот, посмотришь. Я бы еще гулял, да? И говорю, я не имею флюс, но я имею флюс, который имею флюс. Рахи нтик قطعة أرض 3000 метр لك ومضالك السند. شكرا, عمو. Сказал спасибо. يلا يا شباب. هذه أرض شكوش وصلنا دحين بالله هذه أرضي لعب عليك الشايب يا ورع ألكم والله تخبلت أنت صوتك يا أخي استشيرني ماني يمك طيب دحين هذه كم تسوى يا علاوي هذه 20,000 لاري ما تجيب هذه ضحك عليك يا السبهة ولا يهمك يا شكش عندي لك استثمار يرجع لك فلوسك وزيادة شفت الأرض ذي جيب قواطي وعبه ثلج وبيعها أكيد في إدارة الموضوع شفت الرجال ويحضني يبكي دموع الثعابين أنت مسيح وياكم هذا؟ للأسف إيه هلا أي خبل لو استثمرت هذه الأرض في صناعة الأيس كريم ما أنت مرجع دراهمها لو بعد 100,000 سنة مو أنا اللي ضحك عليها يا عيال خلونا نفلها بس وهب البراد وزانت النفسية والجو روعة والمشاعر حية والغيب غطى الديرها السحرية وجادت لك أبيات يا مغنيها هب البراد وزانت النفسية والجو روعة والمشاعر حية والغيم غطى الديرها السحرية وجادت لك أبيات يا مغنيها غيب وسعة بالو مطر يا الغالي ولا طار غيرك أبد في بالي دربك هنا يشوفتك تحلالي ونفسي لاجل وصلك فدا غاليها غيم وسعة بالو هب البراد وزانت النفسية والجو روعة والمشاعر حية وهب البراد ايه ده هو الأرض هذه أرضي ما أبغى أي حد هنا يلا برا ايه لا تصير نفسية
راح طلع حراتك بالشايب اللي زرف. مو شغلك، الارض هذه ارضي، يلا روح على بعيد. هذه ارض الله وبنسوي اللي نبي بكيفنا. وهب البراد وزانات النفسيه والجو روعه والمشاعر حيه. اقول بتنقلعوا من هنا ولا اجيب الشرطه؟ ايه جيب الشرطه يا حبيبي، اعلى ما في خيلك اركبه، تفهم ولا ما تفهم؟ لا 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 يا شباب، انتوا هنا بجورجيا، ترى اذا جاب لكم الشرطه يصير لكم مشكله كبيره طويله عريضه. ها سمعتوا؟ اي احد يتعدى على ارضي والله ناكسر رجله. هذا جزاتنا جايين من الرياض مسافرين عشان نفزع لك، واخرتها كذا تجيب الشرطه؟ اقسم بالله انك ورع. هب البراد وزانات النفسيه والجو روعه والمشاعر حيه. وانت كمان ايش تبغى فرضي؟ كيفي ارضي. اهدى اهدى اهدى، الدبابات هذه واستاجرتها سنه كامله، تبغى تمر من ارضي تاجر من دباباتي، غير كذا افتح الله. يا اخي طوشنا بارضك، قطعت لنا برزقنا ونحن ما بنرضى بهالشيء. اقول لك اعلم بخيالك اركبه. ايه شكوش، لا تعاند لا تعاند، ترى بتنطق. انت بالذات اسكت، ولا كلمه ولا شغل. الحين فوق انهم غاشينك بالارض، رايح تستاجر دبابات. يبي مالك صلاح كيفي يا اخ شكش. وش اسمه؟ شكش؟ لا لا شكش. يا اخ شكش، انا عندي حل بيرضي كل الاطراف. لا تقول لي شيل الدبابات. ما تشيل شيء، هذول الدبابات استاجرتهم سنه كامله، نحن بنستاجرهم منك شهريا وبندفع لك دبل السعر. والله كم تدفع؟ هاي هنا، وهب البراد وزانات النفسيه، وهب البراد وزانات النفسيه. الله 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ألف لاري في يوم واحد، يعني 365 يوم في السنة تطلع حق الأرض هذه رجالة، عشان في عالم تعرف من هو الدلخ. والله طلعت من تساري عفسي. عيب عليك يا كفتة، هذا شكش. لسانك لا خاطب لساني. عفو عليك يا خوي. نمزح معك يا حلو. صدقت، ما الخوي إلا خوية، وحنا معك في شر ولا في قدة. هاي دريك يا مو، احنا عيال جدة بلا قدة وما قدة، دحين تمزح بعدين ما تمزح، ايش الكلام ده؟ عندي لك فكرة يا شكش، بتدخل لك ذهب، وش رايك لو أخذت على كل واحد يدخل أرضك بالدباب 10 لاري؟ عاد تخيل باليوم كم يطلع لك، وشوف بالشهر كم يجيك، واحسبها بس أنا كم دخلك. إيش رايكم عيال تشتغلوا عندي وأعطي كل واحد فيكم 100 لاري في اليوم؟ موافق يا مدير. فقر تبغى تزحلق، هات لك تل ناري تل وزحلق لك. ايوه يلا اللي بعده، يلا هيا يلا هيا تعال زحلق يلا. ها معك تل ناري ما فيه؟ يلا روح. قال لك اللي ما معه تل ناري لا يجي. يا حبيبي السهشك اسمعني، اسري لك يا فقي بلا استاد بلا بطيخ، الارض هذه ارضي، ابن امه ما يعدي اللي يدفع 10 لاري. بنعرف بنعرف، لهيك انا والشباب مكاتب السياحه اجتمعنا وقررنا نعطيك على كل سايح يمر بارضك 10 لاري. بس افتح لنا الارض خلينا نسترزق. يجي بالادب.
خذ هذا راتب اليوم، خذ هذا راتب اليوم، اشتغل شوي بذمة وضمير، خذ. يا مدير احس في شيء مو مضبوط. ايش هو الحين؟ حنا مو بناخذ 10 لاري على الفرد. ايوه. تدري كم شركات السياحه تطلع من الفرد؟ ايش تقصد؟ خلى الموضوع لي. الاخ عراقي. اي نعم. ما شاء الله والنعم والله. نعمت حالك حبيبي. ما شاء الله تبارك الله، عندك مكتب سياحي؟ عندنا مكتب ونسترزق. طيب كم تدخلون من الفرد باليوم؟ باليوم الواحد 500، مرات اكثر. مرات أكثر؟ مرات أكثر. 500 لاري؟ 500 لاري. نعم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الله يرزقك ويرزقك معاي. آمين إن شاء الله حبيبي. تامرنا شيء؟ سلامتك يا غالي. مع السلامة. الله يخليك. يا أخي شو بدكم أكثر من هيك؟ ما عطيناكم 2000 لاري باليوم لقاعدة غير أجار الدبابات، شو بدك أكثر؟ إحنا بزورة غيرنا كلامرة. النص بالنص ولا ما في زحلقة؟ أنتوا مو جايين تشتغلوا هون، أنتوا جايين تخربوا بيتنا بس. إيه، الأرض أرض مديرنا، ومن حكم في أرضه ما ظلم. فكروا في الموضوع. يجي بالعدو. كفو يا شكش. شفتوا ايش سويت فيهم؟ وقفت لهم حالهم. لازم ندفعهم الثمن غالي، بس في شيء بيدخل علينا ذهب. تاجر دبابات؟ لا، شفت التلفريك ذاك؟ يلا. يمر من عند ارضك يا شكش، ولازم الحكومة تدفع فلوس. مرحبا شباب. لا هلا ولا مرحبا يا ابوي، زحاليق ما في، اللي بيتزحلق يروح روسيا، يروح القطب الشمالي، يروح تبوك، ارضي هذه لا حد يقربها، فاهم؟ يا حبيبي يا شكش، جايين لعندكم بعرض جديد، معلش تسمعوا؟ لا جديد ولا قديم، زحلقه ما في، تفهم ولا ما تفهم؟ حتى لو اشترينا الارض ب1,000,000 دولار. ايش قلت؟ ايش؟ اطربني سمعني. 1,000,000 دولار. يا ولد بيع، اخلص لي هون بيع. اقل من 5,000,000 دولار؟ ما راح نبيع. تخبلت انت؟ شو ميدومتر مالي بموختنس كاكيس 50 دولار يا جيري بستا او تسيبت غاز بتاويبس ساسيول قزيبس مستر شوكوشما موختينات غيواندل دغيست اردام تريتوريس قادق ويتا دقي اتخا دفترم توكي نبس ميري ادمياني قادق ويتسام تريتوريس مات موزت شسبا مسي خباسوريس قادق دا. يا معالي الوزير الحق ما يزعل، الارض هذه حقتي وعندكم الاحداثيات تقدرون تشيكون عليها، واذا بغيتوها اشتروها. سير that the land is theirs and you have all the documents and the maps. If you want it, buy it. I don't care if that's their land. It's our tourism and they're hurting it. ولاني ما يهمني انه هاي ارضكم، بس هذه سياحة بلدي وانتو دا تأذوها. يا معالي الوزير، حنا نحترم جيتكم مقدرينها، لكن هذا حقنا. أن ترضى حد ياخذ حقك؟ 5,000,000 دولار وخذها لك. He's saying that this land is ours. So, if you want to buy it, we will sell it for you for $5,000,000. You will be happy and we will be happy. I'll make a call and come back to you. راح يجري اتصال ويرجع لكم. اوكي. وقت ينكبنا انت، كان اخذنا 1,000,000 ومشينا. وقد هوزت. اوكي. We agree. يا شباب، وافقوا على الصفقة. باي. يا عيال لكل واحد فيكم 100,000 دولار. اهواني لك زيهم. وهي هي ايوه، وهي هي ايوه، وهي هي ايوه. اركب بديت عندنا شباب الكم. شباب الكم يا طفت سيارة خالي في وسط الهدى، والجو ظلام ما تشوف أي حاجة. قاعد يمشي ويمشي وسمع أصوات غريبة وهو خايف من هذه الأصوات. يا أمي أصوات ما هو. اصبر دحين بقول لك. خالي سمع صوت جني. جني؟ أيوه جني. ولحق الجني ورا خالي وقاعد يجري خالي، والجني يجري وراه، وخالي يجري والجني يجري وراه. أقول لا تفك علينا، مسوي فيها أكشن ورع. تكفى يا عامر، لا تطريهم يجون ترى. أسلوب تخويفه، حركات مبزلة ما نبي، أوكي؟ وأنت قاعد خالي يمشي، قاعد خالي يمشي، لا تفك علينا، تفهم ولا لا؟ مع السلامة. تعال تعال تعال، وين رايح؟ أبو روح بيتنا، وين بروح؟ أوكي؟ وجن ما في جن، تفهم أنت ويا ولا لا؟
كره. أجل ما في جن يا ورع، ها؟ يكون في علمك تراني قاعد معكم ومستمتع بالقصة اللي يقولها شكش، بس صراحة زاد فيها ونصب عليكم. ويكون في علمك ترى الجن اللي مسك خاله شكش جدي محروس الله يرحمه، بس صراحة زعلتني منك، داخل علينا مدرعم لمحايتي وزر ورع. ناظرني ورا ما تناظرني، ناظرني انت مناظر، ها؟ طيب خايف يا ورع؟ خلاص آخر مرة والله صدقت. حرك السيارة، لا حرك هلك بسرعة، حرك. وين؟ أبغى أروح أنا وياك مشوار فيه رجاجين وفيه ناس، ما أبغى أشوف شكلك كذا، أبغى أشوف شكلك رجل. طيب. قال إيه؟ قال ما في جن. حرك. تفضل تفضل، ما احنا لاخوانك. يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا هلا وسهلا. ياسر ياسر، وش جابك هنا؟ تعرفهم؟ خويك صح؟ يا خوي قلب قطو والحين أعرس. تحداني أصير كفته؟ ما تحداك. لا قلت حداك شيك فهي انت يا خوي. امشي يا خوي، امشي يا خوي، خليك رجال، خليك رجال، امشي. ما شاء الله جايبين بنورة. هي بنورة، والاسبوع اللي راح رابع تو الحفلة تبدأ. اي بس انا بروح عند امي. رجعنا لامك. امشي امشي يا ورع انت والله العظيم. كل ما قفيت ناداني تعال، كل ما قبلت عزم بالرحيل، الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدوي وهو أوفى خيال. عاد عرفت المكان، سير علينا، ها؟ يلا فرصة سعيدة، أنا بجيك بكرة. لا 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 تجيني، أنا إذا بغيتك أجيك. ما يحتاج تجي، أنا أجيك في أي مكان.
ناسي ان صرنا اصدقاء ذا الحين. اي صح اصدقاء. مع السلامة يا صديقي. مع السلامة. وقف وقف يا ورع، أباك موضوع مهم. وقف سلام يا ورع. أنت وش تبي فيني؟ وش تبي فيني كل شوي طالع لي بشكل؟ أبعرفك على نفسي، أنا مداح جن محترم. شفتك في استراحتنا مع ممنون، حبيت أنصحك منه. ليش؟ وش فيه؟ وش ما فيه؟ تعرف على واحد من الإنس عمل له مشاكل مع أصحابه ومع أهله لين دخل السجن. ممون؟ ممون هذا نكبة. بتشوف، لا تسمع، لا ترى، لا تتكلم، فهمت؟ أبس لا أرى لا أسمع لا أتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبشر أبشر يما، حب بخاري مع الرز. إيه عارف المطعم اللي يحب أبوي. مع السلامة. سلام يا عيال. عليكم السلام ورحمة الله. فاتك يا عامر أمس شكش كمل قصة خاله مع الجن يوم قابلهم في جبال الهدى. ياسر فكك منه، أصلاً مو مصدق. يا عيال فكونا من ذي السالفة، خلونا نتابع مباراة. يا ترى توقعاتك إيه لمباراة النهاردة؟ تتوقع المدرب هيصر على نفس التشكيل اللي ظهر بيه في المباراة اللي فاتت ولا هيغير، وخصوصاً انه ظهر بشكل سيء جدا في المباراه اللي فاتت؟ في الحقيقه من الضروري ان ينتبه لنفسه واللي سواه قبل، لان لو استمر في اعتقاده هذا راح يدفع الثمن غالي. والله كلام المحلل الرياضي في محله، المدرب سباك، مستحيل يتخلى عن قناعاته الغبيه. بشي بشي تفضل. هنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبي حب بخاري مع الرز وأربع لبن. عندنا عصيرات طازة هتعجبك قوي. أما عاد هم ليه؟ عطنا المنيو. تفضل يا باشا. عطنا عصير توب. خذ لك عصير جزر يا بزر عشان يقوي ضرك. وش عندك أنت ناشف لي بكل مكان؟ يا ولد دخلص علينا، أنا بنطلب يا ولد. طيب أصبر يا أخي، أنت ما تفهم، قاعد تكلم مع الرجال. إيه هتوقف النحل كتير، يلا روح شوف طلبك يلا. أنت وش عندك هنا؟ روق يا ورع روق، ما قلت لك أسحب عليه؟ وش أسوي؟ أسحب عليه يطلع لي في كل مكان. حرك حرك يا ورع حرك سرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. سمي يبا عسى جبت من المطعم اللي انا احبه. عفو عليك، بس احلى حب بخاري مع الرز. يعطيك العافيه يا ولدي، يلا اجلس اجلس. عنس عنس يما. يلا بسم الله.
معليش باقي الدجاج معوضين. جايبين لنا تراب وعظام يا دليل الحياة. وش ذا؟ انت ما تستحي على وجهك؟ والله كانت حبة دجاج مع الرز ممنون هو السبب. وش مجنون وممنون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقوم أسوي لك تونة. تعال يا دليل أسوي شيء أبد ولا أنا مسوي شيء خلاص. ما أنت بصاحي فيك بلا؟ ما شاء الله ما شاء الله تلعب البلايستيشن حقي بعد يا ورع. حركات المبزرة ذي بطلها واذا انت رجال وقف لي يا اخوي. انا ماني رجال انا جني. يا رجال عمر عمر وش ملعبت تطط تكابس هبلت انت؟ لا عاد انت زودتها والله ما خليك والله ما خليك. عجيب والله عجيب. ابوي لا جني اذهب عن وجهي اذهب. يا اخي ثور بذر في احد يحمل ابوه بهالاسلوب ده؟ احسبه انت؟ لا 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 اي تحسبه انا؟ لا مو بكل شيء يصير تحسبه انا اللي مسويه. ركز ركز يا عامر ركز. ترى الدعوه مهبه اللي تبي. ابشر ابشر ابركز ابركز. أرخي شباك افتح كبوت يا ورع. شغل شفت كيف خويك ممنون فطالك شحن البطارية توصيني بشيء؟ سلامتك. الله يستر عليك. عبي بنزين فل اخضر يا صديق طقه واحده. طيب هلا ياسر. لا ما في شيء بس متقروش شوي. اوكي اوكي خلاص. الجوال على كيفك تصرفني؟ تحسب ما في حكومه ما في شرطه؟ الحين اسلمك يا ورع. وش تبي مني انت؟ وش تبي مني؟ ابيك تصير رجال يا ورع، خذ جوالك خذ. ابني سيارتك. الهلي. يا يا ارحب. ولد وش الصعدة؟
سلام يا عيال. هذه السيارة يبغالها تفكيك سريع سريع. قطعة صامولة مسمار ما تبقوا فيها ولا حاجة. يا عيال يا عيال ذي سباينها عندي عندي في ذمتي يتشالي حنو مدورونها طوارة. هات يا حبيبي هات. بس لا تنسى انت هو. السيارة انا اللي جبتها يعني نسبتها الكبيرة لي حقي. ليش تضرب؟ ليش تمد يدك؟ يعني عشان قلت لك النسبة الكبيرة لي؟ اركض ها اركض. لا ما انت تدعيك بس ما تدعيك امتى؟ نزل يدك. وي وش ذاك انت وش ذاك يا اخي ما مديت يدي عليك مجنون انت وش ذاكم يا عيال ليش مديت يدك لا تتبلى علي ما مديت يدك خلاص خلاص هدوا 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 ورعان انتم ورعان تهاوشون عشان سيارة عشان سيارة عشان سيارة عشان سيارة عشان سيارة تهاوشون عيب عيب ما يصير يا شباب اتفاهدوا عشان سيارة عشان سيارة صب صب يا ورع عيال عم تهاوشون وش خليتوا المبزرة انت عيال عم وعيال خالة وبعد ويفركوا هلي والتشريح والله عيب يا عمي ذبح أمنا امتحنا حسودي وينافخ ويتفلت ومخرب أم الهرجة والاتفاقات أقول لك أنا ذبح أعتذر من دعمك أبشر يا عم حصل خير أعتذر من دعمك الثاني حصل خير يلا هنستاذن والله ما تروح يا عم نبغى نعشيك الليله تكفى وش عشاكم اللي تطلب اللي تامر ابشر عشا والله بين عليك من كابك وطقمك انك تبي سمك ها اقول كل تبن انا اشهد ان الرجال علومه طيبه قليل الوقت ذا تحصل امثاله كفو شهم يا عيال ترى ما عرفناه ذا من هو يا ابني احمد ربك انه دخل علينا ولا كانت ذابحنا يا عيال الهل هل هلا ياسر يا اخوي وينك انت قايل لك منك بعجل علي وين ديساين ريال اصبر انت ما تشوف سيارتي انزرفت خلاص بعطيك اياها راح اخلص اخلص بسرعه اتحداك الجن البطل انتبه مرة ثانية يا ورع كفو والله تكفى يا مداح وتكفى تهز الرجاجيل والجن بعد فكني من ممنون ما في حل الا تطنش ان بديت تفك فيه بيجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة ويا مصيبة تبي تحصر قدامك اعرف انها منه طنش تعش فهمت يا ورع فهمت فهمت وين ديساين ريال؟ طيب طيب لا تنفخ ما دام رجع الموتر ابشر بعزك هذه 200 ريال الباقي لك شكرا عفوا لا والله بالهلي يا عيال ذا ازعجنا بشخيره يا ابوي يا شخير ودخل جوا راسي خشم الفقي ده يبغى له توضيب العب 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 حين تلقم حريقة يا عيال حريقة 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 يا عيال حريقة ايش رجل يا عيال قم حريقة يا عامر قم حريقة قم بسرعة يلا قم طنش لا تفكر فيه يجيك طنش الحمد لله على السلامة الله يسلمك وضعك دلوقتي مستقر مع ان الحروق اللي جات لك كانت حروق خطيرة جدا بس الحمد لله ايامه تتحسن الحمد لله على السلامة يا دلخ انت وش جابك يا وجه النكبة الحمد لله على السلامة يا عامر طنش لا تفكر فيه يجيك لا تفكر فيه شكل سالفة التطنيش ماشيتن عليه لا الحين صدقك يا بداح بسرعة انت دلخ دلخ انت واقف وسط النار والجوال معك لين النار شبت فيك دلخ وش السالفة انتم مع بعض احنا اخوان واكثر من الاخوان
احنا واحد بعد. اركب بديتك. احنا شباب الكم. الشاي والقهوة هنا حطيت وبيالات حطيت عدتيهن ايوه خربت الدير بسرعة برد عليك مش فيه سنتي ورس كذا وش ذا؟ ايش فيه؟ ثلاثة سكر هذا شيرة مهم شاهي طب مو انتوا قلتوا لي انكم انتوا تحبوا السكر زيادة؟ اي بس هذا زيادة 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 ما تعرفين توزنين الشاهي؟ لا ما اعرف انت تعرف؟ ايه اعرف طيب خلاص سوي بنفسك لا يا شيخة وتستهبلين بعد ملاحظة تاني مرة لما عندك اي ملاحظة علي يا ريت تقولها باسلوب لطيف احسن من كده ما بقى الله تعلميني الاسلوب ولا ادب وش ذا الطلعة تأخرنا؟ ترى تونا بدري شوف الساعة 7 لا يا شيخ اليوم ويكند تلقى ما في مكان الحين طيب مو مشكلة مر البقالة خلنا نشتري الأغراض من جدك أنت كلم كفتة وشكش يجيبونها طيب هلا شكش بالله وانتم جايين اشتروا أغراض من البقالة موية ثلج كيك عصير مكسرات لا يا شيخ ما بقل تقول لهم جيبوا الحاف ومخدة كنسل كنسل الحين مر البقالة ناخذ الأغراض اللي تبيها بسرعة وندزها لا تأخر عجل يا شباب لا حد يتأخر ها الأغراض كلها معنا وأنا وياسر بنسبك ونفرش ونضبط الأمور لا تأخرون من جدك أنت السلة فاضي يلا يا أخوي تأخرنا على العيال مو هو بلازم مكسرات أمش خذ أي شيء خذ اي شيء ابن الحلال امسك امش 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 اكتب مويه امش هذه مويه امش معليش اسفين حبيبي سلم معليش تبتسم بعد انت وجهك ايش فيك وانا فوق اسف وانا السياره انا بطلعها ابشر لا يا شيخ اسف وين اصرفها ذي اسف وين اصرفها انت وش اللي حصل خير وانا اخوك خلاص اركب سيارتك كل انت وش اللي تامر عليهم وش اللي حصل خير وتامر وش فيك انت يا برودك تلطع الناس هنا تسكر على الناس سياراتهم وش فيك حبيبي هدي السياره على هالخشم اطلعها الان ولا يهمك انت شكو شاب خلاص طلع سيارتك وانا اخوك طلع امشي خلاص اركب كذا زين يا شباب كذا زين ايوه تقول الله لا يسفهنا يا ربي ضحك السرير موقف ذا ما انسى عاد غريبه ما قد سواها انا كمان استغربت بس قلت ايش بو ذا مشي والله ضحك كذا زين يا شباب اي يا ابن الحلال زين ما شاء الله بس انت اقعد صبرك ترفع صوتك انت ترى طالعين نستانس ونستمتع ها تتذكروا تركي يضيع جوال حقه تخيل زي تذكر تضيع عنا الرحلة تسلك لي أنت تسلك لي شوف الهوا شوف الهوا وشلون يضبط الشوي وش فيك أنت خلنا عدل الموتر شوف تركي ما شوف تركي هذا اللي فالحين فيه هاري الرحلة دي يا قاتل هلا خلاص لما قلنا بعصا تانك إيه أنا بعصا تانك بس يلا حتى ما حد والله ما تحب تنظف الغمارة أقول كذا ممتاز لا يكثر بس لا يكثر ها شفت ليفربول كيف؟ تكسير روز ما فيني تكسير روز والله ما توقعتها منه مرة يلا يا عيال خلونا نجهز العشاء يلا بسرعة وش عشاء تونا بدري يا ابن الحلال تستهبل انت وجهك يبي له ساعة ونص وش فيك انت ما تفهم ايه فقي انت ايش مقرمشة كذا اسكت خلاص ايه وش اللي اسكت جاي نستانس حنا وين قدر الضغط؟ سيارة كفتة يلا كفتة كنت جالس تاكل كم جبت قدر الضغط قم قام يلا رح
الحين يا عيال تجيكم احلى كبسه، بس زي ما اتفقنا ياسر، علي الكبسه وعليك الشوي. تم. عطني عطني الملح، عطني الملح. الملح اتوقع يا عامر ان نسينا الملح. تستهبل انت وجهك، شو اسوي عشان الحين؟ عادي، كل السعوديين اللي طلعوا البر ينسون الملح. لا يا شيخ، تنكت انت وجهك، تنكت. هذا لا تخرب الجلسه، ايش فيك؟ ترى نسي ملح، الحين كفته ينقز يجيب ملح. انا اللي الحين بنقز بروح بيتنا، والشرع علي اللي اطلع مع مبزره. الله يسعدك يا خالتي انك علمتيني الطبخ، ما كنت اعرف اسوي ولا حاجه. كل البنات كذا قبل الزواج، بس بعدين يتعلمون حبه حبه. المشكله اللي معقدني الجريش هذا، ماني عارفه اسويه بالمره. الجريش سهل، اعلمك مره ثانيه ولا يهمك. شكرا يا خالتي، شكرا مره، والله ماني عارفه فين اودي جمايلك هذه. عمي ما تشوفين؟ كسرتي مواعين البيت كله. ما تستحين على وجهي سنتي، فشلتيني مع امي وابوي، انا متعلم. صرفنا رفنا هدي رفنا. والله ما سويت شيء، طاحت مني بالغلط. وش فيكم على البنت؟ روعتوها، خلاص انكسر الشر. ها عامر الغدا ما ابي، ما نمشتي. ليش؟ ما تفهمين انت؟ اقول لك ما نمشتي، بطني وجعني. عارف ليه بطنك توجعك؟ لانك 24 ساعه معصب على اللي يسوى واللي ما يسوى. ارحمني وارحم صحتك وارحم نفسك. دكتوره انت دكتوره، اقول لا تتفلسفين علي، ابي ارتاح. تفهمين ولا ما تفهمين؟ لا ما افهم، وما راح اسيبك. انت مريض، واللي قاعد تسويه في نفسك وفي اللي حواليك غلط. اوعى تفتكر ان النرفزه بسبب القولون او بسبب ارتفاع ضغط الدم. لا، النرفزه هي اللي بتعمل كل الامراض دي، مش العكس. طيب وشلون اتخلص من النرفزه؟ انا كذا ما اعرف، دمي حار. يا عامر اي كائن حي دمه حار. يعني انا كائن حي؟ اكيد طبعا يا عامر، بس المشكله اللي عندك ان انت بقيت مدمن على النرفزه، بقيت مدمن عصبيه. والحل؟ احنا عندنا ثلاث مراحل لعلاج الامراض اللي زي كده. اول مرحله منهم ان شاء الله هتكون مرحله المعايشه. وشلون يعني؟ شوف يا عامر، الاشخاص دي انواع. اول نوع ناس عصبيه جدا، تاني نوع ناس طبيعيين عادي خالص، تالت نوع بقى ناس بارده قوي. والمطلوب انك هتختار واحد بقى من الناس البارده دي اللي انا هعرضهم عليك، تمام؟ هتدفع عليه 5000 ريال تامين. لو كتب عنك تقرير حلو يبقى انت استحملته زي الفل وتعالجت، لو كتب عنك تقرير وحش يبقى هتضيع عليك ال 5000 ريال. عصام 26 سنة، بيحب يسمع فيروز، وأكلته المفضلة السيزر سلط. أما عاد سيزر سلط، غير غير ما بيه. يوسف 25 سنة، بيحب الرسم والتصوير، ورياضته المفضلة هي التزحلق على الجليد. خبل ذا، من وين أجيب له دليل بالرياض؟ غير غير. سامي 27 سنة، بيحب قراية الكتب، وأهم حاجة عنده يشرب القهوة وهي سخنة. إيه هذا أهونهم، خلاص جيب لي أبو قهوة. اهلا وسهلا ومرحبتين بعامر في بيت اخوك سامي. هنا مكان نومك ودوره المياه في الجهه المقابله اذا احتجتها. مشكور يا اخ سامي، عاد انا بخلي الشنطه عندك وبروح. وين؟ بروح الاستراحه. بس انت نسيت شغله مهمه جدا، انا مرافق معك ولازم اكون معك وين ما تروح. طب ما في مشكله، دزها مع الاستراحه. اسف، الان وقت نومي. أبوك الدجاجة، في حد ينام الساعة 9 الحين؟ وش الصوات؟ تلقى العيال الحين طقينها بلايستيشن وتحديات وفلة وشاورما. خلنا نام بس.
ارجع نام يا عامر. يا ليل الليل، وش نظامك انت عامر؟ لازم جسمك يستفيد من نوم الليل. نوم الليل فيه فوائد عظيمه. تراك اشغلتنا. التقييم يا عامر. طب عادي، روح دورة المياه علشان ارجع انام وجسمي يستفيد من نوم الليل. لا تتاخر. اصحى يا عامر. عامر حبيبي لازم تصحى. لا يمكن تكون إنسان إيجابي وهادي وأنت ما تفطر، عارف؟ الفطور أهم وجبة لجسم الإنسان. طيب خلاص عرفنا، غيره؟ الزيتون هذا مليان معادن وفيتامينات تساعدك أنك تكون إنسان ريلاكس وهادي أعصابك. العسل هذا اللي يساعدك أنك تكون إنسان إيجابي محب للحياة، حاس باللحظة اللي أنت فيها، أنت فاضي للمشاكل والنرفزة والنفسنة. اللي قاعد تسويه في نفسك يا عامر كان غلط. يا أخي خلاص، أنت ما تسكت، ما تعرف تاكل وانت ساكت، ما عودوك أهلك، بعدين من اليوم تطفح تطفح تطفح، ما شبعت. ظاهر أنك يا عامر نسيت أن في تقييم. ها؟ أنت اليوم معي عشان تتخلص من هالنرفزة اللي أنت فيها. ابتسم، ابتسم الآن مع الصباح الباكر ووريني ابتسامتك. خصم 10 نقاط يا عامر. طيب تدري 20 نقطة يا عامر. يا أخي خلاص خلاص، لا تصير بثر أنت. خصم 30 نقطة يا عامر. أخصم أخصم، أم بغيت 100. يا الغالي، لنا ساعة جالسين هنا وأنا بديت أتوتر، ما تعودت أجلس مكان واحد فترة طويلة. عامر القهوة لها طقوس، استشعر طاقة المكان حولك، عيش اللحظة، حس بالقهوة، خلي الكافيين اللي في القهوة ياخذ مجراه في الجسم. معاملة هو ياخذ مجراه، مع ذلك أخذ مجراه. ثم ماذا؟ ما فهمتني يا عامر. محمود درويش الله يرحمه يقول: القهوة لا تشرب على عجل، القهوة أخت الوقت، تك 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 تشرب على مهل. يا حبيبي مباراة الهلال بتبدأ وانت تقول لي على مهل، خل نمشي. أها، يعني ذهنك مشغول، وطالما أن ذهنك مشغول بهلال ونصر معناها ما راح تستشعر اللحظة، فخليني أروح مع قرارك. نروح نشوف الهلال. يا ليت الهمش. مرة قبضه للاستمتاع. وش ذا الدفاع الشوارع؟ وين البلاهي؟ وين الكوري؟ ورا ما يغطون. الله لا يلومهم، حمد الله ما شاء الله عليه فريق الحالة واحد قواه. كلام مفقع ولا هلال ولا بطيخ. حبيبي النصر في أرضكم وسط جمهوركم دقكم زي ما دقناكم برضكم. اطلع منها يا الطحلبي، تفهم ولا ما تفهم؟ والله يا جماعة هدف ملعوب، هدف جميل جدا، واضح انهم متدربين عليها كويس. مدرب النصر اشتغل افضل من مدرب الهلال، لازم نقول كلمة الحق حتى لو خالف ذلك ميولنا. لا يا شيخ، كلمة الحق ها؟ ورا ما تسكت انت بس ها؟ التقييم، التقييم يا عامر. حمد الله لعب فيكم يا الطواقي، شوف دمعته شوف دمعته بيصيح بيصيح. يا
يا رجال اسكت بس، لو ما انقطعت الكرة من البريك ما يجيبها حمد الله. سمعنا صياحك. موت حر موت. الصراحة يا عامر حمد الله أقوى من رلاندينو وحتى أقوى من جوميز. وين حقكم الأسد هذا مختفي؟ اليوم ماله حس قلب سيمبا. إيه لا تغلط على عمك الزعيم يا رجال. لا تحمد، إن فازوا الملايين لهم وإن خسروا ما هو بمحرق أعصاب ولا أنت. النصر اليوم كان أفضل، الكورة فوز وخسارة. خذ عندك مثال، حمد الله هذا لاعب من طراز عالمي، نادرا ما شاهدته في ملاعبنا. لازم تعترف بهالحقيقة يا عامر، النصر كان أفضل من الهلال. لازم تقول له مبروك، تحلى بالروح الرياضية. هذا لك يا عامر. تقييم يا عامر. زي ما انت شايف يا دكتور، المرحلة الأولى من العلاج فشلت، وأنا ضحيت بالخمس آلاف لأني ما قدرت أتحمل. للأسف واضح، واضح يا عامر. عطنا المرحلة الثانية. شوف يا عامر، المرحلة الثانية دي أنا هديك حقنة. الحقنة دي هتزود عندك هرمون البروليتا. الهرمون ده لما يزيد هيخليك هادي جدا، وعمرك ما هتتعصب أبدا. الله يهديك يا دكتور، وأنا ما عطيتني ذا المرحلة من زمان، وشو لا تخليني أستأثم ذا الرجال. بس خلي بالك، المرحلة دي بقى هتكلفك 15,000 ريال. الحمد لله على السلامة يا جميل. الله يسلمك يا دكتور. شوف يا عامر، أنا كنت عايز أصرحك بحاجة بسيطة خالص. مفيش حاجة اسمها هرمون البروليتا ده أصلاً. إحنا ركبنا لك شريحة كهربائية في ظهرك عشان أول ما تتعصب تشتغل الشريحة تكهربك غصب عنك تهدى. يعني كذبت عليا؟ الله يهديس بس، ثاني مرة انتبهي، اغرفي بشويش. غريبة ما عصبت، ايش الهدوء اللي نزل عليك فجأة ده؟ ليش؟ هذه شريحة حاطة الدكتور في ظهري، إذا تنرفزت أتكهرب وأنصر عليكم. والله صراحة هذا الدكتور مرة ذكي، أهني أنا. الشريحة. اسكتي يا بنت، الولد مو ناقص. وانت يا ولدي بتبقى على ذا الحال كثير؟ ما يصير. لا يمه، الشريحة فيها عداد، قال لي إذا تميت أسبوع وما تنرفزت إلا مرتين بيشيلها. الله يشفيك ويعافيك، شد حيلك يا أمي علشان يشيل الشريحة بسرعة، ما أبي أشوفك متكهرب مرة ثانية. أبشري. يا دكتور شوف لي حل غير الشريحة، ما يصير كل يوم وأنا منصرع. أنا ممكن أتعاون معاك وأشيل لك الشريحة دي، بس بشرط. وشو؟ إن إحنا ننتقل للمرحلة الثالثة من العلاج مباشرة. موافق. المرحلة دي هتكلفك 100,000 ريال، بس ده حل نهائي. نهائي نهائي. نهائي نهائي. أكيد. أكيد. موافق. طب يلا بينا. يلا. يا ابو ثلاثة سار الليل يا ابو ثلاثة. يلا سلم اليد للي بعدك، احنا متفقين 3-0 تنتهي المباراة. يد ماني مسلم، يد ماني مسلم، قايل لكم الاول يدكم خربانة، اليد خربانة، واستراحتكم ذي معلم طابة. طب وراك معصب؟ بالعكس المفروض تكون روحك رياضية، الفايز تقول له مبروك والخسران تقول له هارد لك. لا تكلم كذا، لا تكلم كذا، لا تنفزني يا ابن الحلال. هد ولا يا عيال إلا. وش فيك سلامات؟ وش في ذا يا عيال؟ مريض إلا. مريض إلا. مريض إلا. أشوى. مركز بديتي. احنا شباب.